أهلا وسهلا بكم، مرحبا إخواني أخواتي ولاد عمي بنات عمي لنشرة التنزاوية. ومعنا مراسلنا الرأي المغربي هذه المرة من الجزائر العاصمة، حيث أعلنت عدد من الصحف الجزائرية اليوم بأن المبادرة الملكية بفتح السواحل المغربية الأطلسية في وجه البضائع القادمة والذاهبة نحو دول الساحل مبادرة جزائرية تم استنساخها من طرف المغرب، يعني بالعربية تعربت كوبي كولي. يتساءل البعض عن أي ساحل يتحدثون هناك في الجزائر حتى يتم هذا النسخ وهذا اللصق، ثم متى كانت هذه المبادرة وما هي حيثيتها؟ لهذه الدرجة أصابهم الصعار؟ الكلمة لكم مراسلنا الرأي المغربي. السلام عليكم ورحمة الله، من نشرة الأخبار التنزاوية من منصة أبرنوس في استوديوهاتها المركزية في طنجة، معكم مراسل القناة من الجزائر العاصمة وبالضبط من الهيئة الوطنية الجزائرية للإعلام والاتصال وبالضبط من جريدة الخبر الجزائرية الناطقة باسم المخابرات الجزائرية، والتي عنونت في الصفحة الأولى للجريدة بعنوان بارز: الجنرال الإنقلابي الداوي المالي يلعب بالنار، والنار هنا هي الجزائر التي ستحقو الأخضر واليابس في المنطقة بسياسة الهروب ومحاولة استطباب وطبطبة على الماليين. فبعد أن صفع النظام العسكري الحاكم الآن في مالي، الجزائر بعد أن حاولت أن تلعب فيه ما كانت تلعبه فرنسا في أنها الدولة الإقليمية المؤثرة ودولة ذات سيادة وباستطاعتها القيام بما تراه في الأفارقة، إلا أن الحاج مونغو مولمانغو قال لهم: ما الذي تفعلونه هنا؟ وإن إن لكم صفعة في الخد الأيمن وأخرى أعطتها النيجر في الخد الأيسر. ومباشرة بعد ذلك يخرج المغرب من الجنب، المخزن الخطير هذا خرج من الجنب واستغل الأزمة وبروفيتا بالعربية تعربت أن استقبل وزير الخارجية المالي واستقبل أيضا وزير الخارجية بوركينا فاسو والنيجر وغيرهم في مراكش، والتي كان قبل ذلك فيها أيضا القمة العربية الروسية، والتي استمرت الجزائر في سياسة الهروب وعدم الحضور لوجود المخزن. وأدراك من مخزن الفزاعة التي ترعب الجزائرية الصغيرة قبل الكبيرة. الحقيقة الإخوة الكرام أنه الآن بعد أن حاول النظام في الجزائر جعل المغرب كجزيرة، أصبحت الجزائر الآن هي جزيرة، فالحدود مع ليبيا مغلقة، والحدود مع تونس مضطربة والتبادلات التجارية منخفضة جدا، والحدود مع النيجر مغلقة، والحدود مع مالي الآن مغلقة، والحدود مع موريتانيا بحال ما كيناش. والحقيقة الآن الجزائر أصبحت مغلقة معزولة، وسياسة تبون جرت الويلات. ولكن في الحقيقة الأمر اتضحت الحقيقة أن الذي يحاول اللعب هي فرنسا. بعد خروج اللاعب الأساسي الأم، حاولت فرنسا استعانة بورقتها في إفريقيا وفي شمال إفريقيا بالضبط، اللي وهي النظام في الجزائر، للدخول أو لإعادة السيطرة ولإعادة بناء نظام عميل لها في مالي، كما حاولت ذلك في النيجر، إلا النيجر قالت بأنه لم نطلب وسطتكم. والآن مالي أيضا قالت لهم: واش راك دير يا جدك في منطقة في أصبع دوك لزوادي بينه وبينهم 16 دخلكتها دور حيد من هنا. فتم طردهم من مالي أيضا وسحب السفير، وبقيت القصارى في مراكش مع وزراء دول الساحل، والعزاء والبكاء في الشيراتون وصل صداه من خلال الصحف الجزائرية، والتي أصبحت اليوم كلها تبكي وتغوت، منها من يهدد ومنها من يخوف ومنها من ينبح ومنها من يعربد. تحياتي لكم من الجزائر، أقوى دولة في المنطقة. شكرا للرأي المغربي. في حوار لوزير الخارجية أحمد عطاف، أعتقد على أنه كان مع صحفية من قناة الجزيرة، سئل الوزير عن هل ما زال يؤمن بالمغرب العربي بنموذجتين، فأجاب: نعم أؤمن بالمغرب العربي. ألا يعتبر هذا عودة إلى الجلوس إلى الأرض بعد محاولات للصعود مع الحائط بالأرداف؟
السلام عليكم، معكم الرأي المغربي الخبير الاستراتيجي في العقلية التبونية القهوية الكرغولية، وخصوصا في وزراء خارجيتها أو في خطابها السياسي. تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع بن قنة بن قنة، والتي كان مغضوب عليها، ولكن بعد أن تم عقد الصفقة معها على أن تهاجم المخزن أعيدت إلى حضنها الأساسي وهي الجزائر. في قناة ما يسمى ببودكاست الجزيرة تحدث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، هذا هو الذي قال لهم: أنا الذي قدمت مسودة قرار إغلاق الحدود مع المغرب في عهد هواري بومدين أو بن بل يمين زروال صحيح. وتحدث بأن الجزائر تؤمن بالمغرب العربي، ويقول لهم: أنا الرأي الشخصي يقول لهم أنني يا ليت تتحد هذه الدول كلها وتعود إلى عهدها وتتحد ويكون عندنا مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها. أنا قراءتي البسيطة أن الجزائر توضح لها بما لا يدعو للشك أنه بدون المروك المخزن المغرب هذا لا يمكن أن تلعب أي ورقة سواء في شمال إفريقيا أو في إفريقيا. حديث الوزير الخارجية الجزائري عن اتحاد المغرب العربي، وانتم الإخوان تبعتم جيدا على أنه كان الإعلام في الجزائر دائما ما يقول أنه لا يمكن أن يكون هناك اتحاد بدون تأسيس ما يسمى جمهورية القياطين أو جمهورية الصحراء التندوف، هذه الصحراء القاربية هذه كما يسموها. والآن تبين لهم أنه الصحراء مشات، البريكس مشات، دول الساحل الآن مشات، وبغين يعاودوا يديرون ذيك اللعبة ديال أجي نعاودوا من الأول، أجي نلعبوا اللعبة من الأول ونديروا ذاك المغرب العربي، واللي عارفين هم الأولين يقولوا باللي ما يمكنش يتأسس لأنه الجزائر ما عندها ما تصدر للدول ديال المغرب العربي، وبالعكس هم غادي يصدروا غادي يدوا من عندنا العملة الصعبة. وأعتقد أن المغرب من وجهة نظري أنا هذا المشروع ديال المغرب العربي انتهى منه انتهاء قاطعا، يعني سلام عليه، لأن المغرب الآن منخرط في دول غرب إفريقيا، منخرط في الدول المطلة على البحر.